بصبح عليكم مشاهدينا الاعزاء. النهارده هيئه الارصاد بتتوقع انه لسه في انخفاض في درجات الحراره، والطقس هيكون معتدل على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، ومائل للحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في اول الليل ومائل للبروده في اخره على كافه الانحاء، وكمان في فرص لامطار خفيفه على القاهره الكبرى وجنوب الوجه البحري، وفرص لامطار خفيفه وقد تكون متوسطه على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء. خلونا نتعرف على تفاصيل اكتر عن حاله الجو النهارده من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيكي. اهلا بيكي، طمنينا عن حاله الطقس النهارده. احنا طبعا اليوم مستمرين في انخفاض درجات الحرارة، الاجواء الخريفية شبه مستقرة على اغلب مناطق الجمهورية، ما زلنا بنتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وكتل هوائية شمالية رطبة من على البحر المتوسط هتعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، فمستمر معانا فرص سقوط الامطار اليوم على سواحلنا الشمالية، يمكن المناطق المطلة على البحر المتوسط من الجهة الشرقية سواحلنا الشمالية الشرقية امطارها من خفيف إلى متوسطة، وكمان محافظات شمال الوجه البحري الأمطار تمتد أمطار خفيفة لمحافظات السواحل الشمالية الغربية زي مطروح والإسكندرية، تمتد أيضا الأمطار خفيفة لمحافظات جنوب الوجه البحري مدن القناة، وقد تصل إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى. الأمطار بتكون على فترات متقطعة من اليوم، وبتختلف طبعا من منطقة لمنطقة، ممكن نلاحظها في مناطق والمناطق الأخرى لا، بالإضافة كمان استمرار انخفاض درجات الحرارة، يمكن وجود السحب المنخفضة والمتوسطة هيحجب جزء من أشعة الشمس، فبالتالي هنحس بانخفاض درجات الحرارة فترات النهار وأيضا فترات الليل، هنحسها أكثر ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر. فترات النهار الأجواء هتكون معتدلة تماما خلال فترة النهار، لكن في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر الأجواء بتكون أجواء مائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية، الصغرى بتوصل ل 17 و18 درجة مئوية خلال فترات الليل. الاجواء دي متوقع ان هي تستمر معانا ان شاء الله لنهايه هذا الاسبوع، لكن كميات الامطار وفرصها هتختلف طبعا خلال الايام القادمه. طيب طمنينا عن شرم الشيخ واخبار الجو هناك ايه دلوقتي؟ احنا دايما مدينه شرم الشيخ من يعني احسن المدن مناخيا في جمهوريه مصر العربيه، لان مناخها شبه مستقر خلال هذه الايام، الاجواء فترات النهار بتكون اجواء مائله للحراره والعظمى بتسجل ما بين 28 و29 درجه مئويه خلال فترات الليل، اجواء لطيفه تماما. فطبعا الاجواء في مدينه شرم الشيخ بتستمتع بفعاليات مؤتمر كوب 27، وكمان طبعا استمتع بالاجواء السياحيه. نشكرك في النهاية، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.